السلام عليكم. الحبيب ما ابغى يطلع وجهه انا. قطع 1200 كيلو عشان يجي ويحضر جلسات، يعني ترى هذه تضحية قوية جدا، يعني مش اي كلام. هذا دليل المصداقية في تحقيق الاهداف. المصداقية مع مين؟ مع الذات، مع نفسه يعني. وهذا شيء مهم جدا. الشيء الثاني صيتك يا دكتور. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الا انك انت شيء كبير لنا. طبعاً هذا جزء من التدريب الواقعي اللي هو الدخول في الحياة الواقعية، طيب، ومواجهة الأحداث في الحياة، مش فقط تدريب على الورق. بس في مراقبة. طيب. في مراقبة بسيطة. مرحبا. والنقطة الثانية. يا سلام. شفت كيف؟ تعرف معنى 6-7 من 10؟ شيء 70% تغير. طيب. حتى لما بعد فترات اللي قاعد اتكلم معاه في البداية كنت متخوف قبل ما تيجي الناس حواليه وكذا. يعني أنا الحين لما تكلمت مع الأعطاف العشرة قدام أقول أسترسل في موضوع مهم. كنت بتوقع عالي عارف؟ بعدين تذكرت من الناس وذكرت أبيك ورجعت لا عالي. ممتاز. ممتاز. حاولنا ندخل المكتبة، طيب، لكن حبيبنا اليوم انتهى موعد الجرعة الخاصة به، طيب، وبكرة بيروح إن شاء الله يحجز لأخذ الجرعة الخاصة بلقاح كورونا ونكمل المسير. يلا هذا جلسة وكان بعدها تدريب واقعي، وهذه الظروف الواقعية كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها أيضا بواقعية. وموعدنا وإياه متى؟ إن شاء الله بكرة. طبعا هو الأصل أنه ما يحب يتكلم ولا يحب يقابل أحد ولا شيء، لكن ما شاء الله عليه من الجلسة الأولى، وهي طبعا الجلسة الثانية. الجلسة الأولى ما صورناها لأسباب طبعا، لكن الجلسة الثانية التغير، كم نسبة التغير تقول؟ أنا الحمد لله أشعر يعني تقريبا 70%. يا سلام. وهذه ثاني جلسة. الحمد لله، هذا فضل وتوفيق من الله عز وجل. هناك فرق ما بين النظرية والتطبيق، يعني إذا أخذت المعلومة المعرفية هذا لا يكفي أنك تتغير، لابد من التطبيق، فعملية التطبيق هي الأهم. طيب يلا نراك على خير بإذن الله عز وجل. يلا الله يحفظكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. ونبقى على تواصل. هو نفس برنامج توليد السلوك الجديد، لكن عبارة عن تدريب شخصي. التدريب الشخصي طبعا مختلف وله اعتبارات خاصة مختلفة. يلا السلام عليكم. حياتك أسهل مع فيصل خالد.